انا عاوز السرير دلوقتي حالا. يا ابويا اقعد واحد وهنجيبهولك. جيب يا سلطان، خلاص اللي حصل حصل. لا السرير يرجع يعني يرجع؟ هيرجع على الطلاق. لا يرجع بس اهدى. قسما بالله لو ما رجع انا هسودها على دماغكم كلكم. طب واحنا مالنا يا ابوي؟ قعدتوا تزنوا على ودانك. لا يا ابوي، ولا انا ولا سلطان زنينا على ودانك. وبعدين خلاص نصيبه كده. يا ابوي ده 20 مليون يورو، ده احنا نبطل شغل فيه. ولا فلوس الارض كلها تلزمني. انا هيلزمني السرير. اكتم خلاص يا ابوي اهدى. وطايع فين؟ عمدرة الزفت المتحف. بيهبب ايه مع عمدرة الزفت ده؟ شوف مين. تعالى شوف، انت قلت لي الموضوع ده على ضمانتي، وضمانتك بالنسبه لي يعني رقبتك. رئيس حربي، احنا ما كناش نعرف حكايه ان البايع ما ينفعش يكون المشتري ده. مش عايز حجج وكلام فاضي. خلاص اهدى. مديره المتحف حددت لي ميعاد اقابل فيه الراجل اللي اشترى السرير. انا هكسر دماغه ولد الجزمه ده. ما ينفعش تيجي معايا، انا هقابله بكره لوحدي. ليه؟ انت سبيت له رئيس حربي. هو لسه شاف سب ولا سمع شتيمه؟ انت المسؤول قدامي. السرير ده لو ما رجعش انا مش هقول لك اعمل فيك ايه. خليها مفاجاه. روح.